ها يا سكر الجميلة. سلامات 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 سلامات. والحمد لله بعد طول عناء، تخيلوا من صلاة العصر إلى ذل. الساعة الحين كم؟ الساعة الحين 4 الفجر. السلام عليكم ورحمة الله، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا طيبين، وحياكم في قناتي مرة ثانية، أنا محمد. اليوم جاء وقت ولادة سكر، وللأسف توني داخل البيت ولقيتها تبغى تولد، ومثل ما تشوفون حاط لها هذا اللي زي الشرشف كذا. طبعا تلاحظون كله شعر، لأن الحين شعرها قاعد يطيح، تشوفون يدي كيف كله شعر. طبعا مع الولادة لأنها تتوتر والهرمونات ترتفع وحالتها تتغير، شوفوا كيف بدأت تضغط سكرة. والله صراحة أني متوتر مرة، إن شاء الله تكون بالسلامة. وباين ان الموضوع شكله بتعبها شوي، لان شوفوا من البدايه شعرها قاعد يحت، مع اني مشطها امس، شوفوا كيف. بس يلا مو مشكله، اهم شيء تكون بالسلامه. عشان كذا انا دائما احلق البسه اول ما ادري انها حامل، احلقها عشان اتجنب هذا الشيء. طبعا انا بوقف الكلام هنا لان ماني قاعد اركز صراحه الا مع سكره. خلونا نشوف. سلامات يا سكره، خلوني بس كذا اجلسها جلسه مريحه وبعدين ارجع لكم، لانها مي مرتاحه كذا ابدا. هاي يا سكر الجميلة. أوه سلامات سلامات سلامات. لخبطة، أي تكليجات، أي شيء يمشي الموضوع، لأني بصراحة يعني بكون مركز مع سكرة، وأنا صراحة متوتر أكثر منها لأني أخاف يصير شيء لا سمح الله. بس إن شاء الله إن شاء الله تكون بالسلامة. صحي سكرة، بس أنا كنت أتمنى بس إني حلكت. أشوفوا كيف شعرها في كل مكان، شوفون كيف. بس أهم شيء تكون بالسلامة. يلا شوية مساج السكرة. سلامات سلامات سلامات. طبعا هذا بعد ما تولد سكرة بأرميه، لأنه بيكون دم وأوساخ وأساس احنا ما نحتاجه. زي ما تشوفون هنا أنا مجهز لها سرير جديد نظيف وحلو وكل شيء تمام، بس بعد ما تولد وتخلص بحطها في هذا السرير. مع أنها سبحان الله كانت قبل شوية تاكل وتشرب كل شيء تمام، وفجأة بتولد. تبغى شوية مساج؟ شوفوا كيف تنبسط. طبعا الحين تقريبا مر نص ساعة وباقي ما قد صار أي شيء، مثل ما تشوفون كيف سكرة تعبانة مسكينة، حالتها حالة. فإن شاء الله تكون بالسلامة. بس أنا قاعد أنتظر وقاعد أشوف إيش بيصير، وبنتابع سوا كل شيء أول بأول. فخلوكم معنا، بس حبيت أوريكم إيش قاعد يصير لأنه مر وقت وإذا الحين ما صار أي شيء. وتخيلوا الحين صار السكر ساعة ونص وهي تحاول تولد، بس يعني بنكمل ساعتين ولا قد ولدت أول واحد. وشو كيف صارت تعبانة مسكينة، إن شاء الله تكون بالسلامة. صراحة قلبي يضيمني عليها. شوفون كيف. سلامات سلامات يا سكر. أنا بقفل الحين وبخليها تكمل، وإن شاء الله إنها تولد بالسلامة.
والحمد لله بعد طول عناء تخيلوا من صلاة العصر إلى ذلك وباقي الحين توها ولدت أول واحد. معليش على المنظر، طبعا إن شاء الله يكون حي، ما أدري صراحة. بس 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 إيه، شوفوا باقي حي. والحمد لله والشكر، طلع المولود الثاني على طول، ما أخذ وقت. أنا قلت لكم قبل شوي الساعة 10، بس ترى الساعة مو 10، الساعة دحين 12. يعني تخيل من الساعة 2:30 تقريبا الظهر إلى الساعة 12 الليل وهي تولد، وهذا أول واحد طلع وهذا الثاني. طبعا هذا أول واحد ما نظفته أبدا، شوف حتى المشي ما باقي موجودة، فأنا بنتظرها شوية تنظف هذا، وإذا ما نظف هذا لازم أتدخل وأنظفه وأقص المشيمة وشغل الله لا يوريكم، لان هذه اول ولاده لها، في طبيعي تكون كذا. شوفوا كيف ملت نفسها وملت الدنيا وكل الاماكن شعر. اعتذر على المنظر، ولكن يعني هذا اكثر شيء اقدر اسويه الحين لها صراحه، لانها فاجاتني. والحمد لله الحمد لله، مثل ما تشوفون جابت المولود الثالث. طبعا الى الحين ما ادري ايش الوانهم، بس الثالث لونه غامق، واول اثنين لونهم ابيض، لان الى الحين ما قد نظفتهم، في الوانهم مي واضحه اذا هي ابيض ساده او اي لون ثاني. شوفوا هذا يشبه تايجر مخطط، تشوفون؟ يلا يبغى لي بعد الكيس اللي عليه. تعال تعال تعال، اسس. اهم شيء تبعدون اول شيء الجزء اللي عند الوجه كذا بمنديل او حاجه، وبعد كذا خلوه براحته عشان يتنفس، بس هذا اهم شيء. وطبعا انا كنت ابغى انظف هذول، ولكن فكرت اخليهم شويه لين ترتاح وتبدا تنظفهم هي، لانها بدات تنظف البس الثاني، فقلت اخليها عشان تبدا تنظف بالاول، لاني خفت انظفه او شيء واتدخل وما عاد تقبله او حاجه زي كذا، خصوصا انها اول ولاده، قلت اخليها على راحتها لين تخلص. لو ما نظفوا قدني بنظفهم واقص اي شيء موجود وكل حاجه. فالحمد لله الحمد لله يا رب، ما تدرون لاي درجه كنت متوتر وكنت قلقان من الساعه 2:30 الى الساعة 12 الحين، وانا بس جالس انتظرها تولد وما ولدت الى الساعة 12. مرة يعني كان يوم متعب لي ولها، لكن الحمد لله على السلامة، ان شاء الله كل شيء تمام يا رب. والحمد لله هذا البث الخامس وصل بالسلامة، صار عندنا خمسة مثل ما تشوفون، 1 2 3 4 5، 4 لونهم أبيض والخامس لون رصاصي، وشكل أبوهم تايجر، لأن هذا يشبه تايجر مرة، فاحتمال يكون تايجر. والحمد لله سكر صحتها كويسة، مي تعبانة مثل البداية. أول ما بدأت ولادة كانت مرة مرة تعبانة، الحين لا الحمد لله شوي تحسنت، لأنها أكلت وشربت وتحركت شوية، فالحمد لله وضعها كويس. وما ادري اذا باقي فيه 6 او لا، بنخليها ترتاح زي ما تشوفون. حتى المشيمه الى الحين ما اكلتها ولا نظفتهم كويس ابدا، وهذا شيء طبيعي لانها اول مره تولد. عشان كذا اقول لكم دائما اذا عندكم بس اول مره تولد، الافضل تكونون قريبين منها تطمنون عليها من وقت الى وقت عشان تتاكدون كل شيء تمام. والحمد لله وصل المولود السادس، ما شاء الله ما شاء الله يا سكر، جابت 6 اولاد، طبعا 5 لونهم ابيض وواحد لون رصاصي. تشوفون هذا تو دحين ولد، بدأ يتنفس. بس اخذ شوية منديل عشان امسح الموية الزايد عشان ما ينكتم. طبعا برضه بنخليهم على راحتهم لين يخلصون، وبعد كده برجع انظفهم عشان ما اقلقها ولا اقروشها، بس حبيت اعطيكم خبر ان المولود السادس جاء. طبعا انا جيت واستعديت ولبست القفازات وكل شيء عشان اجي اقص المشيمه وننظفهم، ولكن جيت وسكره جالسه تقصها، قلت اخليها على راحتها عشان اذا اكلتها يعني هذا الشيء مفيد لها ويساعدها في ادرار الحليب ويقوي المناعه، واذا ما اكلتها مو مشكله يعني مو لازم. فزي ما تشوفون بدات تاكلها،
فبخليها شوي على راحتها كذا ولا كذا، بنضطر ننظف الصغار ولكن بنتظر. والحمد لله الحين خلصت وجابت 6 صغار حلوين. شوفوا الساعة الحين كم؟ الساعة الحين 4 الفجر، وهي بدأت تولد الساعة 2:30 الظهر بالضبط إلى الحين الساعة 4، يعني تقريبا استمرت الولادة 14 ساعة متواصلة، طبعا من الساعة 2:30 وهي بدأت تضغط وبدأت تحس بالأعراض. طبعا بعد الولادة هذه وبعد الدمار اللي صار شكلي بحلقها، ولكن خلونا نشوف ايش بيصير بعدين، أو كيف بتنظف نفسها ولا كيف بيصير. إني الحين اليومين الجاية ما بقدر أتعبها أبدا، ما بقدر أحلقها لأن الحلاقة ممكن تخوفها وتتعبها، ولا بقدر أروشها لأن تعيش نفس الشيء، وممكن مع البرد حاليا تكون تعبانة ومناعتها منخفضة فممكن تمرض أو جيها زكمة، فهذا الشيء ما نبغى يصير الحين، فبنخليها ترتاح شوي يومين. ورجعت لكم الحين. طبعا حاولت أنظف الصغار بشكل بسيط، ولكن هذا الأخير عيت ما تروح من الأوساخ وما حبيت أضغط عليه، فقلت أخلي سكر تنظفه بعدين وقلبت هذه. طبعا انا الحين ما شيكت على البساس ولا شفت كم في انثى ولا كم في ذكر، انا بخليهم يرتاحون، انا بروح انام لاني ما قد نمت ابدا، فبخليهم يرتاحون وبروح انام، ومنها كمان حتى سكرة ترتاح وتنظف الصغار على راحتها. وبكره برجع لكم، طبعا عندكم بتكون دقيقه ولكن انا بنام وارجع، فانتظروا الفيديو لان بنرجع بكره نشوف اشكالهم اكيد بتكون اوضح، ونشوف كم في انثى وذكر، وان شاء الله يطلعون اناثي اكثر، مع اني ماني متفائل صراحه. ولكن قبل ما أروح أنام حبيت أوريكم هذا الصغير. طبعا أنا شيكت على بساس الصغار كلهم وكلهم أشكالهم طبيعية مع دلة هذا، فمثل ما تشوفون عيونه منفوخة، فما أدري إذا كان هذا شيء طبيعي أو شكله كذا أو يدل على حاجة، فما أدري صراحة لأن أول مرة يصير عندي زي كذا. طبعا أول مرة يصير عندي زي كذا بصراحة ما أدري، بقرأ عن الموضوع وأشوف. اللي منكم يعرف إيش الموضوع أو يعرف إيش الانتفاخ هذا يكتب لي تحت في التعليقات برضه نستفيد منكم. فالحين بخليهم يرتاحون وبروح أنام، وبكرة أصحى أشوف إيش موضوع العيون هذا ونشوف أشكالهم كيف صارت. فخلوكم معي ولا تقفلوا الفيديو لأني راجع لكم، وحاليا تصبحون على خير. ورجعت لكم، وحاليا احنا في اليوم الثاني، وطبعا بديت انقل الصغار واحد واحد الى السرير الجديد، وبصراحة اني انصدمت ما شاء الله، اني سكرة بالنسبة لاول ولادة نظفت نفسها والصغار بشكل جدا ممتاز، ما توقعت اني بقوم والقيهم نظيفين كذا، فبعد ما شفتهم نظيفين وكل شيء تمام قررت اني انقلهم للسرير الثاني. ومثل ما تشوفون هذا السرير اجمل واريح بكثير، وحاليا انا صراحة كشفت على البساس وانصدمت، يعني ما توقعت ابدا، صار عندنا 3 ذكور وثلاثة اناثي، فمثل ما تشوفون المجموعة اللي معهم البس الرصاصي طلعوا اناثي، يعني البس الرصاصية اقصد، والمجموعة الثانية اللي كلهم بيض هذول كلهم ذكور، فما توقعت ابدا ما شاء الله، يعني 3 اولاد و3 بنات، كنت متوقع ان الاولاد بيكونون اكثر او ما بيكونون في بنات اساسا، ولكن ما شاء الله 3 3. فزي ما تشوفون، طبعا اللي ما يعرف كيف يميز بين الأنثى والذكر أنا متكلم عن هذا الموضوع في فيديو سابق، بترك لكم رابط هذا الفيديو تحت في صندوق الوصف ممكن تشوفونه عشان تستفيدون كيف تعرفون الأنثى من الذكر. ومثل ما شفتوا هذا هو كان فيديو اليوم، بصراحة كانت هذه أطول وأصعب ولادة بين البساس اللي عندي، استمرت تقريبا إلى 14 ساعة ونص متواصلة، وسكرة تضغط وتحاول أن تطلع الأولاد، فكانت ولادة جدا متعبة. إن شاء الله بعد يومين بعد ما ترتاح كذا ممكن أحلقها، ولازم أخذها على الدكتور عشان يعطيها بعض الفيتامينات وبعض المقويات خصوصا بعد التعب، وخصوصا لأنها أول ولادة. فإن شاء الله أنكم استمتعتوا معي في هذا الفيديو واستفدتوا لو شيء بسيط. في نهاية الفيديو حاب أقول لكم لا تنسون ضغط زر اللايك، اشتركوا في القناة إذا مو مشتركين، فعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكم إشعار أول ما أنزل فيديو جديد. إن شاء الله بنشوف الفيديوهات الجاية، بنشوف من أبو هذول الأولاد إذا سكر أو تايجر، وبنشوف ردة فعل الملكة وروميو وزيتون على أولاد سكر، وبنشوف كل الأشياء الأيام الجاية. فعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكم على طول إشعار. وبكذا أكون وصلت للنهاية، أشوفكم فيديو جاي، شكرا لمتابعتكم، شكرا لتعليقاتكم الجميلة، شكرا لتفاعلكم دائما حتى إذا أنا انقطعت أو شيء، ما شاء الله على طول متفاعلين، فألف شكر لكم، أنا محظوظ لأن عندي أحسن متابعين ما شاء الله تبارك الله، على طول التعليقات إيجابية، ما عندي يعني أقدر أقول ما عندي يعني تعليقات سلبية، فشكرا لكم. أعرف أني كثرت كلام، ولكن الفترات اللي راحت كنت أنقطع، وصراحة لاحظت أنكم ما شاء الله ما توقفون لا الدعم ولا السؤال ولا تعليقاتكم الجميلة، فأقل شيء أني أشكركم،
وإن شاء الله الأيام الجاية مسوي لكم مفاجآت إن شاء الله تعجبكم، بس قاعد أرتب لها وأنهي الكلام إلى هنا وأشوفكم فيديو جاي، والسلام عليكم ورحمة الله. بس بخليكم مع بعض اللقطات لسكر أولادها وإن شاء الله تستمتعوا.